ابراهيم بن ابراهيم، رئيس مصلحه تاطير المؤسسه التعليميه والتوجيه بالمديريه الاقليميه بساله. نحن اليوم كنتواجدوا في مدرسه لاله مريم الابتدائيه لمواكبه انطلاق السنه الدراسيه 2021-2022، واللي كيف كتعرفوا هذه السنه الدراسيه كتم وفق نمط الحضور التعليم الحضوري كما قررت الوزاره في هذا الشان، وبعد المجهودات الكبيره اللي بذلتها بلادنا في عمليه التلقيح اللي شملت المواطنين وكذلك الفئه ديال المتمدرسين اللي السن ديالهم كيتراوح ما بين 12 سنه و 17 سنه، والحمد لله المديريه ديال ساله حققت نسبه مهمه جدا في هذا التلقيح اللي تجاوزت 60% ديال التلميذات ديال هذه الفئه العمريه. وكما كينص عليه المقرر التنظيمي ديال السنه الدراسيه والمذكره الوزاريه في هذا الشان، كيبقى الاختيار الاسر ما بين النمط الحضوري والنمط عن بعد، ولكن يبدو من خلال هذا اليوم الاول ان جميع الاسر والتلميذات راغبين باش يكون النمط الحضوري في المؤسسات. المديريه ديال ساله بذلت مجهود كبير تحضير هذا الموسم الدراسي اللي انطلق منذ نهايه شهر هوش، واللي كان كيتم عبر عده اجتماعات لتراسها السيد المدير الاقليمي مع جميع الفاعلين والمتدخلين في الشان التربوي بالاقليم من مدراء مؤسسات تعليميه بجميع الاسلاك ديالها وهيئه التاطير والمراقبه وباقي المتدخلين، وكذلك ممثلي جمعيات الاباء واولياء التلاميذ لانجاح هذا الدخول المدرسي المتميز اللي كيجي في اطار مسلسل ديال تنزيل اوراش الاصلاح ديال منظومه تربيه التكوين وفق مشاريع ديال قانون الاطار 51/17، واللي حنا في المديريه ديال السله هاد السنه هذه استطعنا نزوم مجموعه ديال التاهيل ديال المؤسسات التعليميه، وكذلك هذا الدخول المدرسي كيتزامن مع توزيع من محفظات في اطار مشروع ديال المبادره الملكيه لمليون محفظه، واللي المؤسسه تعطاتهم توجيهات على اساس ابتداء من الاسبوع المقبل غادي يشرعوا في توزيع هذه المحفظات واللوازم الدراسيه، وكذلك برنامج تيسير اللي انطلق في 5 اكتوبر. اذا على العموم الدخول المدرسي الى حدود الساعه كيبان عادي بالنسبه للسلا، وجميع مستعد العوده ميمونه الفصول الدراسيه سواء من التلميذات والمتمدرسين والمدرسين وكذلك هيئه الاداره التربويه. التعليم عن بعد الى حدود الساعه الادارات التربويه هي راه الاشاره ديال الاباء، اذا كانت حالات ديال الاباء اللي عبروا عن الرغبه ديال ان التلاميذ ديالهم يخدعوا التعليم عن بعد، هذه السنه كذلك تميزت بصدور مرسوم خاص اللي كينظم التعليم عن بعد، وحنا طبعا في المديريه الاقليميه بسلام مستعدين نواكبوا هذه الرغبات ديال التلاميذ حسب الاسر حسب الرغبات اللي غادي يتم التعبير عنها من طرف الاداره التربويه اللي غادي توصل بها الطلبات من عند اباء ديال التلميذات اللي كيهمهم الامر ديال التعليم عن بعد. احمد غاضفي مدير مدرسه الاميره لاله مريم بصبرك سلا. احنا كنا اخذنا علما باننا خصنا نهيئوا ونستعدوا لجميع الاحتمالات، لان كانت مطروحه ثلاث انماط تعليميه: التعليم بالتناوب والتعليم عن بعد والتعليم الحضوري. الحمد لله البلاغ ديال وزاره التربيه الوطنيه ازال الشك بين الشك واليقين، وجانا بلاغ لتطمئن الاباء والامهات ان التعليم سيكون حضوريا باذن الله، وهذا لا يمنع من اننا سنحتفظ وسنظل مرتبطين ومتشبتين بالاجراءات التدبيريه لكي لا تكون هناك مفاجاه، لان المرض مازال وحنايا محتاطين، وكما شفتوا راه الوليدات كلهم مرتدين الكمامات ديالهم والتباعد كاين، وغادي سنحرصوا والبروتوكول الصحي غادي نحترموه من تعقيم للحجرات ومن تعقيم الايادي التلميذات، والمواد النظافه موجوده الحمد لله، وجمعيه الاباء منخرطه بشكل جدي ومتفانيه في العمل معنا وتتعاون معنا، الله يجازيها بخير. انا ام ديال الطفل اول عام ديالو في المدرسه هذا في مدرسه لاله مريم، وجاني الدخول مزيان، هذا استقبال مزيان، وهذا وانا فرحانه حيت ولدي بدا اليوم في هذه المدرسه والحمد لله، وكاينين كاع لي ميجور دو سانيتير كلهم كاينين، استقبلونا بالثيرمومتر بالالكول، الناس كلشي داير لي بافات، دونك وكاين التباعد، كاين المهم دخول تنتمنى يكون مزيان اكثر من هنا لقدام ان شاء الله.